السلام عليكم ورحمة الله. دائما مع مشاريع مؤسسة الإنسان الجزائري الخيرية. كما شاهدتم هذه المرأة كانت تشرب من هذا الماء العكر، الله المستعان. شاهد معي يا شيخ، هذه كأنها بحيرة لكنها واضح جدا أنها غير صالحة للشرب. كيف يشربون منها وكيف يستقون؟ شاهدوا معي. يضعون المياه، تلك المياه العكرة، يضعونها في على قماش وكأنها تصفية. بعد ذلك لما يرجعون إلى البيت، نزلت المياه عكرة، والله المستعان. لما يرجعون إلى بيوتهم يقومون بغلي هذه المياه، غلي هذه المياه ثم يشربونها ويستقون منها، والله المستعان. هنا في القرية، القرية كبيرة اسمها ميكانزو من محافظة شيكواوا في دولة مالاوي، هنا يعيش 250 أسرة، يعني أكثر من 1000 شخص كما تشاهدون. جمع غفير جدا. من يريد أن يساهم بحفر بئر يكون له صدقة جارية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصدقة سقي الماء، فليتواصل معنا، جزاكم الله خير.